في العام 1918 انتهت الحرب العالمية بعد أن كلفت العالم الكثير من الأرواح والأموال. انتظر الناس في أمريكا وأوروبا ذلك من أجل العودة لحياتهم الطبيعية، فرجع الجنود من الجبهات للمصانع والمزارع والمتاجر والشركات، وبدأوا العمل بجد لتعويض خسائرهم. العالم تغير بعد الحرب، انتعش الاقتصاد العالمي وعاشت الشعوب براحة ووفرة مالية. الكثير من السلع الاستهلاكية كالراديو والمكنسة أصبحت بمتناول الجميع، وامتلك الكثيرون السيارات. انتعشت البورصة في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل انتعاش الاقتصاد، وازداد عدد الراغبين في الاستثمار بها، فحتى المزارعون وسائقو الأجرة أخذوا قروضا من البنوك واشتروا الأسهم، والكثير من الناس قرروا التخلي عن وظائفهم والعمل كمضاربين في البورصة. ففي النهاية لماذا يرهقون أنفسهم بوظائف متعبة إن كان بإمكانهم الاسترخاء وانتظار عوائد أرباح أسهمهم؟ ففي كل الأحوال البورصة مزدهرة وتربح باستمرار، أو هكذا اعتقدوا. ما لم يعلمه الناس أن الشركات التي كانوا يشترون أسهمها بدأت تعاني من أزمة اقتصادية هائلة. فتلك الشركات كانت تنتج سلعا استهلاكية بكثافة، واستيقظت على حقيقة أنه لا يمكن تصريف كل ما أنتجت، فتوقف إنتاجها وكسدت بضائعها وبدأت تفلس وتخسر. لم يعلم الناس تلك الحقائق إلى أن جاء الخميس الأسود. ففي 24 من شهر أكتوبر من العام 1929 بدأ انهيار بورصة وول ستريت، فكبار المستثمرين أقبلوا على بيع أسهمهم، وتبعهم الناس الذين كانوا في ذعر شديد، فبيع 19 مليون سهم، وتسبب ازدياد الأسهم المعروضة للبيع لانهيار أسعارها. وبعد 5 أيام جاء يوم أسود آخر، الثلاثاء الأسود. انهيار البورصة أدى لانهيار البنوك، تبعه انخفاض التجارة العالمية للنصف، توقفت أعمال البناء تقريبا في معظم الدول، وأفلست المصانع وأغلقت أبوابها، وهبطت أسعار المحاصيل بنسبة 60%، وتراجع الناتج الإجمالي الأمريكي من 100 مليار إلى 55 مليارا فقط، وتراجعت الصادرات الأمريكية من 7 مليارات إلى 2.5 مليار. وهكذا دخل العالم رسميا بمرحلة الكساد الكبير. جلس ربع الأمريكيين بلا عمل، حوالي 13 مليون أمريكي فقدوا عملهم، أما من يعملون فانخفضت أجورهم بنسبة 42%، فتشردت أعداد كبيرة من الأسر من منازلها، وعانى طفل من كل 5 أطفال أمريكيين من سوء التغذية. وأدى الكساد في أمريكا، أقوى اقتصاد في العالم، لكساد وأزمة مالية في كل العالم، خصوصا في أوروبا والدول النامية والخاضعة للاستعمار في ذلك الوقت. بدأت الأزمة تنخفض في العام 1933 حين أقر الرئيس الأمريكي روزفلت سياسة العهد الجديد، وتضمنت عددا من الإصلاحات أهمها وضع حلول للأزمة المصرفية، وإصدار قوانين تمنع المصارف من التعامل بالأسهم والسندات، وإنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الأزمة الاقتصادية من العاطلين عن العمل، وإصدار قانون الإصلاح الصناعي، وإنشاء لجنة تبادل الأوراق المالية عام 1940. وأدى تطبيق تلك السياسة لحدوث انفراجة في الأوضاع الاقتصادية الأمريكية. بالرغم من تراجع أزمة الكساد الكبير، إلا أن أثارها استمرت وكانت السبب الرئيسي بوقوع الحرب العالمية الثانية. بعد انتهاء الكساد والحرب العالمية الثانية، بقي العالم مستقرا ولم يشهد سوى أزمات اقتصادية أقل خطورة كأزمة الركود الكبير عام 2008. لكن العالم اليوم وبفعل أزمة كورونا يقف على أعتاب أزمة كساد يعتقد البعض أنها ستكون أكبر من الكساد الكبير. فهل تتوقعون أن تلك التقديرات ستتحقق؟ بكل الأحوال استعدوا.